بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا في الحلقة السابقة على معنى قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، إلى قوله تعالى في الآية التي بعدها: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتكلمنا على ما يسر الله من بيان الفوائد التي تشتمل عليها هاتان الآيتان الكريمتان والعبر والمواعظ. والقرآن مهما أتعبت نفسك فإنك لن تحيط بكل ما فيه من الأسرار، بل لا تدرك أقل قليل مما فيه من الأسرار والمعاني، لأنه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمن الفوائد التي تشتمل عليها هذه الآيات، وذلك في قوله تعالى: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فالله جل وعلا حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، فيضع العذاب في من يستحقه ويضع الإكرام في من يستحقه، فهو حكيم سبحانه وتعالى، وهو لا يظلم أحدا بأن يجازيه بغير عمله، بأن يجازيه على شيء لم يعمله، أو أن يجازيه على عمل غيره، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد نزه سبحانه وتعالى نفسه عن الظلم وجعله محرما بين العباد، كما قال عز وجل فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ثلاثة أنواع. الظلم الذي يقع من العباد ثلاثة أنواع. الله جل وعلا لا يقع منه ظلم لأنه منزه عن ذلك، لكن الظلم الذي يقع من العباد ثلاثة أنواع. النوع الأول ظلم الشرك، قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولماذا سمي الشرك ظلما؟ لأنه وضع للعبادة في غير مستحقها، لأن العبادة لله عز وجل هو الذي يستحقها، فإذا عبد غير الله فقد وضع العبادة في من لا يستحقها، هذا وضع للشيء في غير موضعه، وهذا أعظم الظلم والعياذ بالله، لأن الشرك أعظم الذنوب. والنوع الثاني ظلم العبد لنفسه، وذلك بالمعاصي، فالذي يعصي الله عز وجل ويخالف أوامر الله ويترك ما أوجب الله عليه، هذا إنما يظلم نفسه، يعني يضع نفسه في غير موضعها، لأن الواجب عليه أن يضع نفسه في موضعها اللائق بها، وهو الجنة والعمل الصالح والسعادة في الدنيا والآخرة، أن يكسب لنفسه ما يسعدها، هذا هو الواجب عليه. فإذا وقع في الذنوب والمعاصي وترك الواجبات
فإنه يكون قد ظلم نفسه حيث إنه عرضها لغضب الله وعقابه ووضعها في النار وأساء إليها غاية الإساءة. فالعاصي إنما يسيء إلى نفسه وإنما يؤثر على نفسه ولا يضر أحدا، معاصيه إنما تختص به ويجازى بها هو. هذا النوع الثاني، ظلم العبد لنفسه. والنوع الثالث ظلم العبد للعباد، تعديه على العباد في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم، أو يتعدى عليهم بلسانه بالشتم والسباب وغير ذلك من الكلام، أو بالقذف أو الكلام البذي. التعدي على الناس في أعراضهم، تعدي على الناس في أموالهم بالسرقة والنهب والغش وأخذها بغير حق، تعدي على الناس في دمائهم بالقتل أو بالضرب أو غير ذلك، هذا ظلم للناس، هذا ظلم للناس، وهو ظلم لا بد من المحاسبة عليه. النوع الأول الذي هو ظلم الشرك، إذا تاب الله عليه. وكذلك الظلم الثاني الذي هو ظلم العبد لنفسه، هذا إذا كان دون الشرك فهو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه جل وعلا، وإما أن يعذبه ثم يدخله الجنة، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما ظلم العباد فإنه لا تسقط تبعته عن الظالم إلا إذا سمحوا، فهو إذا ظلم أحدا فلا بد من القصاص أو من طلب المسامحة، فإن الله لا يترك مظالم العباد، فهي حق لهم. ومن هنا قال العلماء: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، فلا تسقط حقوقهم إلا إذا أسقطوها هم أو اقتصوا لأنفسهم. وهذا مما يؤكد على الإنسان أن يتجنب مظالم العباد، وإذا حصل منه شيء منها فليبادر إلى إعطائهم حقوقهم أو مطلب المسامحة منهم ما دام على قيد الحياة. أما إذا مات وعليه مظالم للناس فلا بد من القصاص، والقصاص يكون من حسناته يوم القيامة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيجب على المسلم أن يتجنب الظلم بجميع أنواعه، لا سيما ظلم العباد، لا سيما الظلم الأول الذي هو الشرك فيتوب منه، وكذلك ظلم العباد فإنه أيضا يطلب منهم المسامحة أو يمكنهم من القصاص وإعطائهم حقوقهم ما دام في زمن الإمكان. توعد الله الظلمة بأشد الوعيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال والأفعال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.